ازاي اعمل رايتنج على الفايل، يعني ازاي يعني اكتب على الفايل. فنكتب رايتنج فايل، رايتنج فايل داتا، خدت اللي هو اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. نبدا نشتغل عليه. احنا المره دي عشان رايت الفايل الميثود اللي بناديها اف اس دوت رايت فايل اف كابيتال، ماشي. وبعدين بنقول ايه، بنديله اسم الفايل، ماشي، اسم الايه الفايل، مثلا كاستمرز مثلا دوت جيسون او دوت اكس تي او اي حاجه. وبعدين بديله الداتا اللي انا عايز اكتبها هنا، بديله ايه الداتا اللي انا عاوز اكتبها في الحته دي. وبعدين بعمل الفانكشن اللي هي الكول باك، بديله ايه او في اوبشنز، وبعد كده الفانكشن بتاعت الكول باك. يعني ممكن احط هنا اوبشنز هتكلم عليها كمان شويه، والفانكشن بتاعت الايه الكول باك بتاعتنا. فانا دلوقتي مش هحط الاوبشنز اللي موجوده اللي هي زي الانكودنج والمود والفلاج والكلام ده كله، لكن بالطبيعي الغالب يا شباب بيبقى الانكودنج بتاعنا بيبقى يو تي اف 8 خلاص. وطبعا بيبقى شغال على اوكتل، مفيش مشكله، اللي هي دبليو فهي رايتنج يعني، فمفيش مشكله يعني. ممكن نشتغل من غير الايه، من غير الجزء اللي هو بتاع الايه الاوبشنز اللي هنا. اديله بس على طول مباشره الفلاج الفانكشن بتاعت الكول باك بتاعتي. الفانكشن بتاعت الكول باك بتاعتي ما بتاخدش بقى ستيتس ولا بتاخد اي حاجه، هي بس بترجع لك لو في ايرور. انت بترايتر، لو في ايرور بيرجع لك ايرور، لو مفيش ايرور الدنيا بتمشي معاك ما فيهاش مشكله. طيب الداتا اللي انا عايز ابعت اي حاجه، ابعت اللي انا عايز ابعته. ممكن اكتب هنا مثلا ايه تي دوت تي اكس تي، واقوم كاتب مثلا الكاستمر ايكوال مثلا يونان سامي مثلا، خلاص كده. ايه اللي هيحصل؟ الداتا دي زي ما هي كده، كما هي بكلمه يساوي، كل حاجه هتنزل تترايتر جوه الفايل ده، ماشي. طب لو في ايرور، اتفقنا لو في ايرور هنطبع في الكونسول الايه الايرور بتاعنا. طيب مفيش ايرور خلاص، يعني مفيش حاجه اكتر من ان احنا نقول له هي ترايتر. طيب ممكن نعمل بالمره نتعلم، سوري دي رايت بالاي، لو احنا بالمره عايزين نشوف ازاي بنريد الفايل. فاحنا اخدنا اصلا اوبن فايل وكلام زي كده، لكن احنا ممكن نريد في الالس بقى، يعني الفايل الترايتر صحيح. ممكن بالمره نقول اف اس دوت ريد الايه دوت ريد الفايل، واقوم مديله المسار بتاع الفايل. والفايل بتاعنا احنا لسه كاتبينه اهو، المفروض ان هو كاريت، احنا في الالس يعني هو كاريت. فاقول له انا عايز اقرا كاستمرز دوت تي اكس تي، الفايل بتاعي اللي اسمه كاستمرز دوت تي اكس تي. واعمل بقى الفانكشن بتاعتي الجميله اللي هي الكول باك فانكشن بتاعتي، كوما الفانكشن بتاعتي اهي. الفانكشن دي بتاخد مني ايه؟ بتريتيرن ليا طبعا كده كده اساسي الايرور لو في ايرور، والداتا اللي انا بقراها، الداتا اللي انا ايه بقراها دي. و ونفتح كده هقول له بقى ايه الرايتره دي كلها بتاعت ايس فولدر ومش عارف ايه الكلام ده كله، مش عايزينه سوري. احنا محتاجين بس نرايتر على الويب بيج، ممكن طبعا على الكونسول برضه مفيش مشكله. يعني ممكن اقول له كونسول دوت لوج واخليه يرايتر لي الداتا اللي جت، خلاص يكتب لي الداتا اللي رجعت من الايه من الفايل. طبعا ممكن برضه اقول له ايه ان في ايرور في الاول، ده الصح يعني، اف ان في ايرور جابت ترو معاك على طول، هقول لك ريتيرن ليا ريتيرن الايه او 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 بلاش ريتيرن، لا ماشي ريتيرن عشان يوقف، واقول له كونسول دوت ايرور، طلع ايرور دوت ايرور كامله، وابعث له البارامتر بتاع الاي ار ار اللي جالي. خلاص ده في حاله الايه ان في ايرور بريتيرنها توقف. الس بقى خلاص هيطبع لك الايه الداتا اللي جت، وممكن نطبعها على البتاع دوت على الويب بيج اللي هي تكس اتش ام ال. اقول له الفايل داتا، واقوم قايل له هنا الداتا، ممكن احولها دوت تو ايه دوت تو سترنج عشان تطلع بشكل ايه نص عادي، فتطبع على الانترفيس بتاعتي رايت فايل داتا. يبقى كده هرايت وهريد، انا عملت رايت كتبت جوه كاستمر يونان، لما قريت ما قريتش الكلمه اللي كاتبها، انا قريت عملت ريد للفايل اللي هو كاستمر دوت تي اكس تي، ولو في ايرور هطلع، ما كانش في ايرور هطلع الداتا على طول مباشره. فممكن ايه اهو ممكن نقول له نرايت الفايل، نشغل الفايل بتاعنا اللي اسمه رايتنج فايل داتا،
فايل داتا رنيته، نرجع هنا خلاص على اليو ار ال واعمل ريفريش. ادي الفايل داتا ايكوال ايكوال فايل داتا بقى دي اصلا مكتوبه في الرايت، طلع لي كاستمر ايكوال يونان ايه يونان سامي. اما الفايل داتا دي احنا طبعينها اصلا، فايل داتا ايكوال دي موجود اساسي، وكلمه الداتا دي طلعت كلمه ايه، طلعت كاستمر ايكوال ايه ايكوال يوناني. يبقى عملنا رايتنج للداتا وقرينا الفايل اللي احنا ريترنا فيه.